إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. طبعا الآن عندي المرحلة الأخيرة اللي هو تنظيف البوابة وتغيير بواجي وتنظيف الفلاتر حق صمامات الفيفتي اللي هو حق مرور التيمن. وراح نفك الكويلات وراح نفك قربة الهواء عشان ناخذ برضو اريحيتنا هنا في الجهة اليسار. لاحظ البوابة تحكي عن نفسها زي ما يقولوا. هلا نفك الفيش حق البوابة. راح نفك الان الهواز او هوز واحد او هوزين حق الحار والتسخين او التسخين والتبريد. راح نفك كل المسامير. هذا البوابة قبل التنظيف. وهذا حساس الارماس. هذا حساس الهواء بعد التنظيف ينظف الالكترونيات. وهذا البوابة بعد التنظيف. بسم الله ما شاء الله. تم تركيب الهوسات والفيشة والمسامير. هلا راح نفك الكويلات والبواجي. فكينا الكويلات الستة. وهذه البواجي القديمة. لاحظ كيف محروقة. رايح فيها. وهذا عندي الآن البواجي الجديدة. وهذا البواجي الجديد. هذه القديمة. تم تركيب الكويلات والأفيش. أيضا هنا تم تركيب الكويلات مع الأفياش. راح أركب قربة الهواء ونسوي برمجة للبوابة ونشغل وراح نقيس الراديتر والموية. تم شد القفيز. تركيب الهوز. تركيب الهوز اللي وراء. تركيب الضفيرة. تثبيتها. أيضا هنا تركيب حساس الهواء والارماس. شد القفيز. تركيب القربة. تركيب غطاء المحرك. صراحة عشان تكتمل الصيانة لازم يغير صفاية البنزين. هذا الهوز حقها ولها هوز من أسفل ولها مسامير تتغير هاي صفاية البنزين. بس للأمانة ما مداني أغيرها وما أسعى فين الوقت. لكن إذا في فرصة راح إن شاء الله نشرحها مرة ثانية. ما في ولا لازم يغيرها وتكون إن شاء الله الصيانة الدورية وأموره تمام. لأن هذه وظيفتها تمسك الشوايب حق طرمة البنزين أو البنزين قبل لا تروح للبخاخات. سبحان الله سويت لها برمجة عن طريق الجهاز ما قبلت أو ما نفع فيها. فصلت أصابع البطارية ولامست بين الموجب والسالب من غير البطارية خارج البطارية. وما شاء الله تبارك الله نزل معي الضغط وراح ينزل معي أكثر كلما استخدمنا السيارة. لاحظ الآن الهواء أو الأربيم صار مستقر للوضع الطبيعي. الله يعطيه خيرها ويكفيه شرها. رقم أسمان الحرارة الآن بنتأكد منها أن الوضع الطبيعي وأن البلف يفتح طبيعي والموية يمشي طبيعي. بعدها يكون كذا خلصنا من الصيانة اليوم بشكل كامل للإف جي 2012 أو 2013.